هذاك الجمهور وكتشوف هذوك الناس اللي جايين راه ما يمكنش، راه خصك تكون ما يمكنش كتقول لنا راه خصك تعطي اي حاجه لذاك الجمهور وذوك الناس اللي في الدار البيضاء. وهاد الاجواء اللي كاينه دابا كتتخيلها بزاف الامور. الحمد لله ربي ما حشمناش، الله سبحانه وتعالى ما حشمناش، مشينا للدومي فينال الحمد لله. الحمد لله، يعني كنظن يعني اللي غيجي من بعد غير ربح كيف كنقولوا. هاد اللعبه نزلوهم في العماريه يخسروا مع البرازيل ونزلوهم بالعماريه حتى للدار البيضاء، ما كاين مشكل. الحمد لله شرفنا الكره المغربيه، حنا غيقدموا وغادي يلعبوا بواحد الحماس ان شاء الله على ما لا نمشيو النهائي. ولكن الى با ما نتكلمش، ولكن خلي دابا ان شاء الله حنا فرحانين، المغرب كله فرحان اليوم. الحمد لله المغرب كله فرحان، غنلعبوا النصف النهائي ان شاء الله الى كان هذا ان شاء الله. ما عنديش كلمات باش خلينا دابا والله ما شكرا. واش كانوا اللاعبين